السلام عليكم أصدقائي، وحياكم الله في مهارة ومعلومة جديدة إن شاء الله تنال إعجابكم. معكم أخوكم محمد زتاوي. اليوم حنتكلم عن كيفية إيجاد المراجع، طبعاً مهتمين في المجال البحث العلمي. في عنا دليل مختصر، في عنا روابط مهمة بتفيدك في موضوع كيفية إيجاد المراجع اللي أنت راح تحتاجها في دراساتك. طيب، في عنا أربع روابط زي ما أنتوا شايفين، 1، 2، 3، 4. نحكي عن كل رابط منهم. الرابط الأول هو عبارة عن الدليل، هذا دليل بيفيدك في كيف انه انت كيف تجد المرجع لأسئلتك البحثية، وممكن تقرأه انت مظبوط حتى تفهم الموضوع. المرجع الثاني كيف تحكم انه هذا المرجع كويس انك تستشهد فيه في بحثك ولا لا، في بعض التفاصيل هون اللي تقرأها حتى تجاوب على هذا الموضوع او تعرف انه المرجع كويس لبحثك ولا لا. في عندك طريقة البحث الصحيحة لإيجاد الدراسات السابقة المشابهة لبحثك، في عندنا هون ملف تيجي تكبس على الزاوية من هون وتقدر تعمل داونلود من هاي الإشارة. والرابط الرابع اللي هو بيتكلم عن مهارات مراجعة الدراسات السابقة ونقدها، هذا الفايل شايفينه 26 صفحة تقريبا، ممكن تكبس هون وتقدر تعمل داونلود منه. إذن هاي كل الروابط كليتها تتعلق بموضوع أو كيفية إيجاد المرجع المناسب لدراستك. إن شاء الله يا رب إنه هاي المراجع يعني تستفيدوا منها، والروابط هاي تستفيدوا منها كلها. راح أحط لكم إياها في الديسكريبشن مع وصف أسفل الفيديو إن شاء الله تعالى. لا تبخل علينا بلايك، سبسكرايب وشير، وانتظرونا في كل جديد. سلام عليكم.